صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث، وبصرنا ان نرحب بضيفنا في هذه الحلقه المحامي الدكتور سعيد مالك الخبير الدستوري والقانوني. وطبعا بهذه الحلقه اليوم سنتطرق بالتفصيل الى ازمه التكليف والتاليف التي يعيشها لبنان منذ اكثر من شهرين، بالاضافه الى ازمه التشريع في ظل حكومه تصريف الاعمال. صباح الخير دكتور سعيد. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك بهذه الحلقه. وللمشاهدين الكرام، الكل يتحدث بالدستور والكل يتحصن بالدستور بالمواقف السياسية، خصوصا يعني المسؤولين السياسيين، وإنما ربما لا أحد يعني ينفذ ما أو يطبق ما ورد في الدستور بحذافيره. سنحاول أن نتحدث انطلاقا من النصوص الدستورية الدقيقة، يعني نحاول نوصف الأزمة من الناحية الدستورية، وطبعا نتحدث عن إذا ما كان هناك مخارج دستورية ممكنة لموضوع التكليف، موضوع التأليف، وموضوع التشريع يلي ضج فيه البلد يعني بالأسبوع الماضي بظل حكومة تصريف الأعمال مثل ما قلنا. قبل ما ندخل شكرا لكلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ارحب من جديد بضيفنا في هذه الحلقه المحامي الدكتور سعيد مالك الخبير الدستوري والقانوني. اهلا وسهلا فيك من جديد دكتور. نبدا بدايه في هذه الحلقه بتوصيف الازمه التي يعيشها لبنان لناحيه عدم تاليف حكومه منذ اكثر من شهرين على التكليف من الناحيه الدستوريه، هل هذا وضع دستوري طبيعي نعيشه حاليا؟ اسمحي لي سيدتي قبل البدء بالحلقه وفي مستهلها، أنا أتقدم بباقة من القبولات والتهاني لزوجتي جنين بمناسبة مصادفة اليوم الذكرى 23 لزواجنا. عقبال المية. تحية وقبولة لها. عقبال المية لألك كمان، لألك ولألها. نعم شكرا. سيدتي، اليوم من الناحية ومن الوجهة الدستورية من الثابت والأكيد على أنه الدستور اللبناني لم يحدد أي مهلة لرئيس الحكومة لكي يشكل حكومته، لا من قريب أم بعيد. ولو رغب بذلك لقد مبدئيا نص على ذلك صراحة في الدستور، مثل ما نص مثلا في المادة 64 الفقرة 2 حين تكلم أن على الحكومة أن تنجز بيانها الوزاري ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ مرسوم إصدار تشكيله. يعني بالتالي اليوم ليس هناك من مهلة، والمشترع لم يحدد لها مهلة. اليوم للتكلم عن مهلة من أجل مبدئيا نزع التكليف من رئيس الحكومة، يجب أن نعلم وأن ندرك ما هي المهمة الملقاة على عاتقه بحسب الدستور. يعني حسب الدستور مذكور توصيف لهذه المهمة، بالتالي هي عملية أو إنجاب مزدوج، مسؤولية مشتركة بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. طالما مرسوم تشكيل الحكومة لا يصدر إلا بتوقيع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، لا يمكن تقييد رئيس الحكومة بمهلة زمنية محددة فيما المسؤولية مشتركة وموزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. موزعة بالتساوي، يعني أم أنه هناك موزعة بإطار المسؤوليات؟ نعم، وإنما يعني هون اليوم البعض يقول أنه رئيس الحكومة المكلف هو صاحب المسؤولية الأولى بالتكليف، وكأنه يحاول البعض إظهار أنه الرئيس رئيس الجمهورية دوره يأتي بالمرحب دور ثانوي. هل هذا صحيح؟ سنصل مبدئيا إلى هذا التفسير تحديدا. لننطلق من واقعة على أن هناك ثابتة أن مسؤولية التكليف أو مسؤولية التشكيل هي مسؤولية مشتركة بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن تقييد رئيس الحكومة بمهلة طالما لا يصدر مرسوم التشكيل إلا موقع من رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة. ماذا مثلا لو حددنا مهلة لرئيس الحكومة للتشكيل، وقدم رئيس الحكومة المكلف أكثر من تشكيلة إلى رئيس الجمهورية ورفضها، هل يمكن أن نحمل رئيس الحكومة وزر انقضاء المهل ويكون رئيس الجمهورية هو من يرفض هذه مبدئيا الطروحات والتي يتقدم بها الرئيس المكلف؟ إضافة إلى ما تقدم، ماذا لو أراد رئيس الجمهورية إسقاط التسمية والتي قامت بها مبدئيا الأكثرية النيابية بتسمية زيد أو عمر من الأشخاص لتولي رئاسة الحكومة؟ هل هذا يعني أننا نحمل وزر هذا الموضوع إلى رئيس الحكومة؟ هذا الموضوع عفوا هنا، هل تبرر يعني هذه الثغرة في الدستور بعدم تحديد مهلة للرئيس المكلف لكي لا يبتز ربما بحالات معينة من قبل رئيس الجمهورية؟ هل هذا ما قصده المشترع يعني؟ عند إقرار اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني لم يذهب هذا الأمر عبث، ولم يكن عملية تجاهل هذا الأمر حصل ضمن إطار طارئ.
طرح هذا الموضوع وتحديدا من قبل الرئيس الحسيني والرئيس الحص حين مبدئيا طلبا بأن تكون المهلة المحددة لرئيس الحكومة مهلة شهر ممكن تمديدها بموافقة رئيس الجمهورية إلى 15 يوم إضافة أي شهر ونص. ولكن الرئيس سلام الذي كان مبدئيا حينها يشكل الرافعة الإسلامية السنية رفض هذا الأمر، كون مسؤولية التشكيل هي مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لو كان مرسوم إصدار تشكيلة الحكومة يصدر عن رئيس الحكومة منفردا لكان بالإمكان ربطه ضمن إطار مهلة زمنية محددة من أجل أن ينجز المهمة تحت طائلة الاستغناء عنها. أما مع وجود مسؤولية مشتركة لا يمكن أن نحمل وزر المسؤولية إلى رئيس الحكومة بشكل منفرد. هلأ من الثابت على أنه المهلة قد طالت وربما قد تطول أكثر فأكثر، وربما قد نصل إلى 11 شهر كما حصل مع حكومة الرئيس تمام سلام أو ربما أكثر. هناك العديد من الأسئلة والطروحات والتي تسأل عن مبدئين الثغرات والعقبات التي تعتري تشكيل هذه الحكومة، وما هو المخرج لهذا الأمر. أنا متأكد سيدتي على أن رئيس الجمهورية ضنين بأحكام الدستور ولن يذهب باتجاه ما سبق وصار مبدئيا طرحه من طروحات على الرئيس من القيام بإجراءات لا تتماشى مع الواقع الكياني لاتفاق الطائف ولدستور الطائف، مثل يعني توقيع عريضة أو من عدد معين من النواب لإسقاط التكليف أو مبدئيا كتاب يوجه إلى مجلس النواب، بس بإمكانه توجيه رسالة بحسب الدستور. يعني أين الخطأ في الموضوع؟ ولكن ليس هناك خطأ، هناك آلية يجب على المسؤولين اتباعها من أجل الوصول إلى حل لهذه المعضلة. فأنا أرى طالما مبدئيا رئيس الحكومة وسندا لأحكام الدستور وتحديدا الفقرة 2 من المادة 64 حين يوليه الدستور حق إجراء الاستشارات، كونه قد نص الدستور حرفيا يجري الاستشارات غير الملزمة ويوقع مع رئيس الحكومة على مرسوم التشكيل. بالتالي أنا أرى على أنه المخرج الأفضل، وبحال كان هناك من خيار بديل عن الرئيس الحريري، كون هناك أصوات كثيرة تقول على أننا على استعداد لتسمية زيد أو عمر من الأشخاص لتولي الحكومة المقبلة، حسنا إذا كان هناك مبدئيا أكثرية نيابية ذاهبة بهذا الاتجاه ولديها المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة فليكن، فليصل إلى المخرج يكون على الشكل التالي: فليذهب رئيس الجمهورية إلى تلقف أولى التشكيل حكومي يقدمه لرئيس الحكومة. بمجرد أن يتقدم رئيس الحكومة بأي مبدئيا تشكيلة حكومية ممكن لرئيس الجمهورية أن يوافق عليها ويصدر مرسوم تشكيله، من ثم ستذهب إلى مجلس النواب، ستذهب إلى مجلس النواب لنيل الثقة حكما بمجلس النواب. بحال كان هناك أكثرية معارضة لهذه الحكومة ستسقط ولن تنال الثقة، بالتالي تصبح بحكم حكومة تصريف الأعمال ومباشرة التكليف، يعني مباشرة فوراً من يسقط الرئيس. التكليف كونه قد حصل التشكيل مباشرة يذهب رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية أخرى وليصر إلى تسميات من يشاؤون ومن يرغمون. يعني بالتالي هناك مسلك قانوني ودستوري يجب اتباعه من أجل التخلص ما بين هلالين حسب مبدئيا ما يقول هؤلاء أو الأكثرية النيابية من ثغرة عدم وجود مهلة أمام رئيس المكلف. فلنذهب إلى تشكيلة حكومية فليقدمها رئيس الحكومة وليوافق عليها رئيس الجمهورية ولتذهب إلى مجلس النواب ولتسقط بعدم نيلها الثقة. هذا إذا افترضنا أنه في السياسة هناك استعداد للتخلي عن الرئيس الحريري أو هناك بديل صحيح لدى فريق معين من الرئيس الحريري. بالتالي من الثابت بالتالي من الثابت والأكيد أنا أرى أنه لو حصلت أكثر من استشارات ولو تعقدت الأمور أكثر ما تعقدت اليوم لا بديل عن الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة. هذا في السياسة يعني بالتالي اليوم كل من يكابر من أن لديه المرشح المقابل والمرشح البديل فلنذهب إلى تسمية هذا المرشح البديل باستشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية نتيجة فشل حكومة الرئيس الحريري بنيلها ثقة. هناك مسار دستوري طب وإلا يعني بغير هذا المخرج
ستبقى الأمور على ما هي عليه. لا مفر. لا مفر. ممكن للرئيس الحريري أن يبقى 4 سنوات عمر المجلس النيابي يعني الدستورية. من الناحية الدستورية بدون أن يشكل حكومة وبدون أن يعتذر. ليس هناك من أي نص يلزم رئيس الحكومة بمهلة معينة أو بمهلة زمنية محددة. النص قد جاء صريحا ولا اجتهاد في معرض النص. البعض يتحدث عن المسؤولية الوطنية التي قد تكون فوق الدستور سواء بالنسبة للرئيس المكلف، يعني انطلاقا من شعوره بالمسؤولية أنه صحيح أنه الدستور لا يلزمه بمهلة معينة للتأليف، وإنما المسؤولية الوطنية قد تقتضي يعني تصرفا معينا. وحتى بالمبدأ نفسه مسؤولية وطنية لدى رئيس الجمهورية، أنه بالنهاية صحيح أنه هو غير قادر دستوريا على أن ينزع التكليف من الرئيس الحريري، وإنما قد تكون هناك مخارج معينة انطلاقا من كونه ملتزما بخطاب القسم، ملتزما بأمور كثيرة يعني فيها المصلحة الوطنية العليا. نعم، عودة إلى أحكام الدستور، هناك مبدئيا المسؤوليات الملقاة على رئيس الجمهورية والصلاحيات المعطاة له مقسمة إلى 3 أقسام. نعم. هناك مبدئيا الصلاحيات الدستورية وتحديدا فقرة 2 المادة 53 والتي تتكلم عن إجراء الاستشارات الملزمة وتسمية الرئيس الذي نال أكثر عدد ممكن من الأصوات. ثانيا الفقرة 3 من المادة 53 تسمية رئيس الحكومة ضمن إطار مرسوم يصدر بشكل منفرد عن رئيس الجمهورية. هذه هي الصلاحيات الدستورية المناطة برئيس الدولة، وهناك أيضا صلاحيات كونه رئيس دولة سندا للمادة 49 هو المؤتمن على احترام الدستور، هو رمز الوطن والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحلف اليمين سندا للمادة 50 من نص الدستور. نعم. بالتالي باستطاعة رئيس الجمهورية وعملا مبدئيا بما يسمى توجيه رسالة إلى مجلس النواب، الصلاحية المناطة به والملقاة على عاتقه والمعطاة له استنادا إلى الفقرة 10 من المادة 53 يستطيع مخاطبة مجلس النواب. عندئذ مجلس النواب يأخذ علم بما هو حاصل، وبالتالي أنا أرى على أنه رئيس الجمهورية عليه مسؤوليات له أن يتحملها، حتى لا بل عليه أن يتحملها، ولكن يتحملها ضمن الإطار الدستوري الصحيح. يعني بإمكانه أقصى ما يمكن أن يفعله رئيس الجمهورية اليوم هو أن يتقدم برسالة إلى مجلس النواب. صحيح، وأنا أرى على أنه أقصر الطرق لهذا الأمر وللخروج من هذه المحنة وهذه المعضلة أن يوافق رئيس الجمهورية على أي تشكيلة تقدم له من قبل الرئيس المكلف. فلتسقط الحكومة بعدم نيلها الثقة. بعدم نيلها الثقة ولنذهب إلى استشارات نيابية ملزمة. هذا إذا كان مبدئيا هناك قرار من رئيس الدولة باستبدال الرئيس الحريري، ولكن أنا أرى على أنه الرئيس الحريري لا ولم ولن يكون إلا رئيس حكومي مكلف ورئيس حكومة عقيد. إذن الأزمة مفتوحة إلى ما شاء الله. الأزمة مفتوحة، يقال أن هناك تدخلات خارجية قد بدأت مبدئيا ملامحها تظهر إن كان في روسيا أو فرنسا أو سواها من العواصم الأوروبية والعالمية، ولكن اليوم استنادا إلى أحكام الدستور لا إمكانية لنزع التكليف من رئيس الحكومة المكلف ما لم يتنحى أو يعتذر. نعم، هون بهذه النقطة بالذات سمعنا منذ فترة والآن همدت يعني هذه الأحاديث، أحاديث عن إمكانية يعني نزع التكليف من رئيس الحريري الرئيس المكلف انطلاقا من فكرة يعني أو من كون تكليفه لم يصدر بمرسوم. نعم، هو يصدر بمرسوم لاحقا مع مرسوم تشكيل الحكومة، هذا ما فهمناه، وإنما يعني لحظة تكليفه بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة مباشرة يصدر هذا الأمر ببيان أو بتصريح أنه تم تكليفه بناء على الاستشارات. هل هذا يمكن أن يكون مخرجا محتملا لهذه السيدة الأزمة؟ السيدة كاترين درجت العادة على عدم إصدار مرسوم التكليف إلا ضمن إطار رزمة المراسيم والتي تصدر دفعة واحدة حين تشكيل الحكومة. نعم. أي مرسوم قبول الاستقالة ومرسوم التكليف إضافة إلى مرسوم التشكيل، درجت العادة على ذلك. هلأ من الثابت أستاذي كاترين على أنه الذهاب بهذا الاتجاه سيجعل مبدئيا من الطائف بخطر، وسيجعل اعتبار مبدئيا الطائفة السنية الكريمة أن مصالحها مهددة وأن حقوقها قد باتت مبدئيا مهددة أيضا. أنا لا أظن على أنه الرئيس الجمهورية
وهو الرئيس الضنين على حماية الدستور والمؤتمن على ذلك بحلفانه يمين القسم سندا للمادة 50. ليش هذا هذه خطوة مخالفة للدستور؟ لأنه مبدئيا هذا يسمى تذاكي على أحكام الدستور، لأنه مبدئيا مرسوم التكليف يصدر مع رزمة المراسيم حين يصار إلى تشكيل تذاكي الحكومة. أم اجتهاد؟ بالتالي أنا أضع هذا الأمر ضمن باب التذاكي أكثر ما هو ضمن باب الاجتهاد، لأنه مبدئيا هكذا درجة العادة وهكذا درجة العرف على إصدار المراسيم رزمة واحدة مع تشكيل الحكومة. أما تغيير قواعد اللعبة هو أمر سيؤدي حكما إلى مبدئيا بلبلة على الصعيد الكيان الدستوري اللبناني. فأنا أرى أن أفضل الوسائل وأفضل الطرق من أجل الخلاص مما يسمى هذه المعضلة، معضلة التكليف لا التأليف، لا مجال ولا مفر إلا الموافقة على أي تشكيلة يقدمها الرئيس الحريري حتى نذهب بها إلى مجلس النواب. عندئذ هذا الحل سيدة كاترين لا يستغرق أكثر من 40 يوم. يعني إذا قدم رئيس الحكومة إذا قدم رئيس الحكومة اليوم تشكيلته الحكومية وصدرت المراسيم غدا، من تاريخ صدور المراسيم حتى تقديم البيان الوزاري لديه مهلة شهر. بس المشكلة أنه الرئيس المكلف لا يقدم تشكيلات نهائية، يعني أيضا هذا ما يشكو منه رئيس الجمهورية، أنه يقدم له تصورا معينا على رئيس الجمهورية من دون أسماء بدون حقائب، يعني صحيح. وكأنه توزيعة أكثر مما هي تشكيلة. وسؤال يطرح أكثر من ذلك، ماذا لو تمنع رئيس الحكومة عن تقديم تشكيلة؟ هنا دور رئيس الجمهورية كرئيس للدولة، ليس من منطلق صلاحياته الدستورية، من منطلق موقعه كرئيس هذا للدولة. هذا اللي كنت عم أقول لك، والمؤتمن على حماية الوطني. الدستور. نعم. المؤتمن على حماية ماذا الدستور. ماذا بإمكانه يفعل؟ بإمكانه أن يذهب باتجاه توجيه رسالة إلى مجلس النواب وعرض الواقع أمامه، والبوح من أن رئيس الحكومة لا يقدم تشكيلة حكومية ثابتة وأكيدة ومكتملة إليه، عندئذ باستطاعته وبغطاء دستوري أن يذهب إلى نزع التكليف وإلى ضمن إطار عندما يتوجه إلى مجلس النواب. يقال إنها معنوية وغير فعالة. عندما يتوجه إلى مجلس النواب، يعني لنحسب جدلا أن رئيس الجمهورية أبلغ رئيس الحكومة المكلف استعداده الكامل لتوقيع أي تشكيلة حكومة. نعم. رئيس الحكومة أخذ القرار بعدم تقديم أي تشكيلة. بالتالي هناك احترام للدستور. الدستور في المادة 64 منه تنص على أنه على رئيس الحكومة وبعد إجرائه الاستشارات غير الملزمة أن يتقدم بتشكيلته إلى رئيس الجمهورية. وعندما يتلكأ رئيس الحكومة من تقديم هذا الموجب الدستوري الملقى عليه سندا لأحكام الدستور، يحق لرئيس الجمهورية، وكونه المؤتمن على احترام الدستور يحق له التوجه إلى مجلس النواب ومصارحته بالأمر الواقع، وأن يتخذ قرار تحت غطاء دستوري ونظرا لتلكؤ رئيس الحكومة عن تقديم تشكيلته وبالتالي مخالفته الدستور وتحديدا الفقرة 2 من المادة 64، عندئذ يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة. بس عمليا كيف بده ينسحب التكليف؟ ما هي الآلية الدستورية لسحب التكليف؟ هو ليس تكليف ضمن إطار ورقة أو ضمن إطار مخطوط. التكليف هو يحصل بعد أن يصار إلى استشارات ملزمة، يستدعي رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب، يطلعوا على النتائج نظرا أو سندا للحسابات والتي تجرى ضمن إطار من نال الأكثرية، يصار إلى تسمية الرئيس المكلف. ولكن حين الرئيس المكلف يمتنع عن تقديم تشكيلته أو يمتنع عن إداء واجبه الدستوري رغم استعداد رئيس الجمهورية، نعم على بكون يعني بخالف هون رئيس المكلف هون. هنا مبدئيا سيدة كاترين، طالما رئيس الجمهورية هو المؤتمن على حماية الدستور وهذا النص واضح وصريح في الدستور اللبناني، عندئذ باستطاعة رئيس الجمهورية مواجهة مجلس النواب بالواقع وتبرير. إذا شو بيعمل مجلس النواب ساعتها؟ يعني بس يستلم هالرسالة شو بيعمل؟ عندئذ مجلس النواب يتخذ قرارا بالغالبية ضمن إطار نزع هذا التكليف. يعني بالتالي كون صار هناك مبدئيا ما يسمى بمخالفة
أحكام الدستور من قبل الرئيس المكلف. طيب أنا هون بدي أسألك شيء دكتور، يعني اليوم مثل ما عم يتصرف الرئيس المكلف، هل هذا مخالف للدستور؟ هل هو يعني ممكن اعتباره أنه لا يقدم هذه التشكيلة النهائية التي يفترض به أن يتقدم بها إلى رئيس الجمهورية؟ لا أعتقد، اليوم رئيس الحكومة المكلف يذهب بعيدا نحو إيجاد صيغة توافقية بين كافة الأطراف. الرئيس المكلف يسعى جاهدا إلى إيلاد حكومة وحدة وطنية، حكومة ليست أكثرية أو إقصائية. فما المقصود بحكومة الأكثرية؟ هي أقصى فريق أو آخر، لا أكثر ولا أقل. بالتالي اليوم ما يقوم به هون عم الرئيس تحكي باللغة اللبنانية ساعة يعني وليس بالمبدأ الديمقراطي. لا لا لا. من الناحية الديمقراطية اليوم حكومة الأكثرية قائمة ولكن لا تقوم في لبنان، يعني بالتالي تركيبة لبنان لا يمكن أن نذهب باتجاه ما يسمى بحكومة أكثرية. حتى فلنذهب أبعد من ذلك على الصعيد السياسي، اليوم هل أن مبدئيا حكومة أكثرية ممكن أن تحكم البلاد؟ هل حكومة أكثرية ممكن أن تؤتي بثمار سادر؟ هل حكومة أكثرية ممكن أن ترضي المجتمع الدولي أو المجتمع الأوروبي أو الأمريكي؟ يعني فلنخرج من هذه التسميات وهالعبارات الكليشيات ما تسمى. اليوم لا مفر من حكومة وفاق وطني يتمكن من خلالها رئيس الحكومة من إيجاد صيغة تكون مبدئيا جامعة من أجل حكم البلاد، لأنه لا حكومة دون رئيس الحكومة. نعم. هل يتحدث الدستور عن شكل الحكومة التي يجب أن تؤلف؟ هل هناك عناوين عامة لهذه الحكومة؟ اليوم العناوين العامة والتي نتكلم عنها لا أكثر ولا أقل هي في مقدمة الدستور، وتحديدا الفقرية حين نتكلم على أنه لا سلطة تخالف ميثاق العيش المشترك أو مثل ما بقول ما يسمى التوافق المسيحي الإسلامي. يعني بالتالي اليوم ليس هناك نص يقول أنه يجب أن تكون مكونة من الأطراف المذكورة أو من الأشخاص أو من الهيئات أو أن تعكس نتائج الانتخابات مثلا. لا لا لا. هذا غير موجود كلياً في الدستور. غير موجود في اليوم الدستور. الدستور يتكلم مبدئيا عن المناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين حفاظا على ميثاق العيش المشترك، المبدأ الأساسي والموجود في الفقرة أيام المقدمة. يعني مسألة المعيار الذي نسمعها اليوم، يعني نعم. هناك الكثير من الكلام عن المعيار الواحد لعملية تشكيل الحكومة، لا حسم لهذا المعيار في الدستور ليس هناك ولا حتى إشارة إلى معايير محددة. ضمن إطار أحكام الدستور ليس هناك من أي معيار معين قد اعتمده الدستور كأساس من أجل تشكيل الحكومات، ولكن اليوم بحال أردنا أن تكون الحكومة عادلة وممثلة تمثيلا صحيحا يجب أن يصار إلى اعتماد معيار واحد في التمثيل. هذا الأمر يختلف ما بين رئيس وسواه، ما بين حكومة وأخرى، ولكن يجب اعتماد المعيار، لأن في المعيار هناك السبيل من أجل الوصول إلى ما يسمى بحكومة التوافق، حكومة التمثيل الصحيح. نعم. يجب أن أشير إلى موضوع سيدة كاترين حتى لا أفهم بشكل خاطئ. أنا مع المؤكدين والمشددين على أن لا بديل لتشكيل الحكومة عن الرئيس الحريري، نتكلم فقط ضمن إطار السياق الدستوري، ولكن إذا أردنا أن نعكس الواقع الدستوري على الواقع المعيوش والواقع اللبناني، اليوم لا مفر من حكومة برئاسة الحريري تجمع الجميع، حكومة وفاق تجمع كافة الأطراف، لا مجال لأي إمكانية لحكومة أكثرية أو لحكومة إقصائية. يجب اعتماد المعيار الواحد ضمن إطار التشكيل، والتشكيل يقع من مسؤولية رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية. أما ما سبق وذكرتي بالنسبة لموضوع ما دور رئيس الجمهورية في التشكيل وهل هو دور ثانوي، سيدة كاترين، اليوم عودة إلى أحكام الدستور، اليوم المادة 17 من أحكام الدستور كانت تتكلم عما يسمى بمرحلة سابقة السلطة التنفيذية كانت بيد رئيس الجمهورية قبل الطائف. نعم. أما بعد الطائف قد أصبحت وباتت بيد مجلس الوزراء مجتمعا. اليوم البعض اعتقد أن موقع رئاسة الجمهورية قد تحول إلى منصب فخري أو لا أكثر ولا أقل إلى مراقب للعملية السياسية، ولكن مخطئ من يفكر بهذا الاتجاه، كون رئيس الجمهورية وسندا لدستور الطائف قد أعطيت رئاسة الجمهورية بعدا وطنيا وجعلت من رئاسة الجمهورية مؤسسة تعلو فوق كل المؤسسات. بس كصلاحيات تنفيذية عملية ما هي هذه؟
ولديه السلطة الدستورية الحاسمة بمجرد أن لا تشكل حكومة إلا بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية. يعني هو من يتحكم بمفاصل الدولة. اليوم الفقرة 4 من المادة 53 تنص صراحة أنه يصدر مرسوم التشكيل عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. يعني بالتالي اليوم السلطة الأساس، السلطة الجازرة المعطاة إلى رئيس الدولة لما تزل موجودة. صحيح أن اليوم رئيس الحكومة هناك من يقول وثمة من يقول أنه هو المسؤول تجاه البرلمان، كون ليس هناك من تبعة سياسية على رئيس الدولة. بالتالي هو من يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة كونه هو المسؤول تجاه مجلس النواب. ولكن نسي هؤلاء من أن رئيس الجمهورية مسؤول تجاه الشعب، ليس فقط ضمن إطار تجاه البرلمان، تجاه الشعب. هذه المسؤولية الوطنية التي بالتالي استاذي كاترين من منا لا يتذكر القول المشهور للرئيس الأميرال دو ماكماهون رئيس الجمهورية الثالثة الفرنسية حين توجه مبدئيا إلى رئيس وزرائه جول سيمون، وتحديدا بتاريخ 16/5/1877 حين تلكأ رئيس الحكومة يومها عن الدفاع عن حكومته أمام البرلمان، صاح به قائلا ضمن إطار كتاب شهير: أنا صحيح لست مسؤول مثلك أمام البرلمان، ولكن أنا مسؤول تجاه فرنسا. فما كان من رئيس الحكومة إلا أن قدم استقالته ولحق به بعد فترة الرئيس دو ماكماهون. يعني بالتالي اليوم رئيس الجمهورية دوره دور ضابط للإيقاع، دوره هو دور مبدئيا فاصل ضمن إطار الصلاحيات. ليس صحيح أن رئيس الجمهورية دوره فقط مراقب أو دوره موقع ثانوية. شرف أو منصب شرف. نعم، أما تابع معك دكتور ببقية العناوين، نحكي كما قلنا عن أزمة التشريع، قبل ذلك أيضا عن مسألة حصة رئيس الجمهورية في الحكومة. اسمح لي أنتقل إلى زميلنا نعيم برجاوي، يواكب انتقال الباخرة التركية إسراء سلطان من الجية إلى الذوق. صباح الخير نعيم. صباح الخير كاترين. تفضل نعيم، هل انطلقت الباخرة؟ نعم، قرابة الساعة 9 انطلقت الباخرة من معمل الجية، من مرفأ الجية، حيث كانت ترسو في معمل الجية منذ حوالي 20 يوما إلى جانب الباخرة التركية القديمة أورهان باي، كما نشاهد بعدسة الزميل سلام. الباخرة الآن هي قبالة منطقة النعمة، بين النعمة والدمور، حيث تنتقل في هذه الأثناء من الجية إلى الزوق، حيث سترسو هناك، ومن المتوقع أن تصل خلال يومين، أو يعني أي الأربعاء ستكون في معمل الزوق وتكون موصولة مباشرة على الشبكة لتبدأ بأن تعطي بين 22 و 24 ساعة يوميا الكهرباء. كما نشاهد الآن يعني الباخرة تنتقل بواسطة أحدى المراكب، هي معروف أن الباخرة التركية باخرة الطاقة لا تملك محركات كي تنتقل، ويتم يعني استجرارها أو نقلها بواسطة يعني آلة أو مركبة يعني خصيصا لهذا الغرض. من المعروف كاترين أن باخرة الطاقة عندما رست قبل 20 يوما في الجية كان هناك اعتراضات من قبل حركة أمل أيضا، ومن قبل الحزب التقدمي الاشتراقي، وأيضا من رئيس البلدية، حيث يعني رفضوا بداية أن ترسو هذه الباخرة في الجية، وذلك بحجة أنها يعني تحدث مزيدا من التلوث، وكان هناك أيضا بعض التحركات الشعبية، لكن فيما بعد تم التوصل إلى اتفاق من أجل أن ترسو هذه الباخرة في الجية. لكن إضافة إلى الاعتراضات السياسية والشعبية، أيضا كان هناك خطأ، ليس خطأ إنما عقبة تقنية، إذ أن المعمل الجية غير مهيئ لاستجرار ونقل مخرجاته، غير مهيئة لبث كهرباء بقوة كبيرة، إذ أنه لم يتم هناك إلا يعني لم يكن هناك من تصدير للطاقة سوى 40 ميجاوات من أصل 230
30 ميجا وات، وهي الطاقة التي يمكن أن تبثها الباخرة التركية الجديدة. وعليه في نفس الوقت كان هناك مطالبة لا سيما من قبل النائب نواف الموسوي الذي دعا إلى أن تكون الباخرة في الزهراني، وهذا ما لم يحصل، وتم الاتفاق على أن ترسو الباخرة في الجية، وذلك وهذا ما حصل منذ 20 يوما إلى أن حصل ما حصل وما تبعناه في اليومين الماضيين. واليوم فعلا تنتقل الباخرة كما نشاهد مجددا بعدسة الزميل سلام يونس، الباخرة في هذه الأثناء تنتقل من مرفأ الجية باتجاه الزوق في كسروان. وقد أوضح وزير الطاقة أمس أنه يعني الباخرة عندما تصل يوم الأربعاء ستؤمن من 22 إلى 24 ساعة تغذية، فيما لو كانت الباخرة ستبقى في منطقة الزهراني كانت ستؤمن يعني في معظم المناطق اللبنانية من بينها بعلبك والبقاع الغربي والهرمل والنبطية والصيدة وغيرها من المناطق باستثناء مدينة طرابلس. كانت ستؤمن الباخرة لو رست في الزهراني حوالي 3 ساعات من التغذية الكهربائية يوميا. شكرا لك نعيم. طبعا بانتظار وصولها الى ذوق مثل ما قلنا بعد يومين، اذا لانه عم بجر مراكب يعني خاصه، ومعرفه اذا ما كان فعلا يعني كيف رح تكون التغذيه الكهربائيه. كثار ناس ناطرين هذا الامر بالصيفيه. قبل ما اتابع معك دكتور سعيد مالك، اسمح لي انتقل لزميلتنا كلارا، الجوله اليوميه على الصحف، ومن بعدها نتابع بقيه محاور هذا اللقاء. شكرا كاترين. نبدأ الصحف اليوم من الأخبار، وميسم رزق ومقال كتبته تحت عنوان الحريري يرتمي في أحضان مجموعة العشرين. مقتطفات من هذا المقال: الجواب عند الرئيس المكلف سعد الحريري مختصر، لن أتراجع ولن أعتذر كما ينقل المقربون عنه، ردا على ما يثار في الأعلام عن وجوب تقييده بمهلة زمنية حتى لا يبقى التكليف مفتوحا. يعني ذلك أن الشرخ قابل للاتساع بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، يقابله تأييد ودعم من داخل البيئة السنية بما فيها تلك التي عارضت خياراته قبل سنتين. هذا المسار الجديد حول المعارضين للحريري إلى مؤيدين له. ثمة ما يقول صراحة في مجموعة العشرين بأننا عبرنا قبل سنتين ونيف عن اعتراضنا على التنازلات المتتالية التي قدمها الرئيس الحريري، سواء بتبنيه أولا ترشيح النائب سليمان فرنجية، ومن ثم تبني ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية. شمل اعتراض المجموعة أيضا صيغة القانون الانتخابي، وجرى تحذيره من نتائجه مسبقا، وتم تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون، وطالبناه بعدم تقديم تنازلات، غير أن الأمور تبدلت اليوم. المجموعة نفسها في اجتماعها الأخير كهيئة تشاورية عبرت عن دعمها المطلق للحريري. تبدلت النغمة، لم يعد الحريري وحيدا في طائفته، وضعه صار مختلفا اليوم، هو محصن إلى حد ما في بيئته. أما بشأن موقف المملكة فيكفي معرفة أن رضوان السيد كان حاضرا في الاجتماع نفسه ومؤيدا وداعما للحريري، حضور يمكن البناء عليه للقول بأن الإشارات التي يرسلها رئيس الحكومة بدأت تحفر في الطريق للتطبيع الكامل مع المملكة. من يعرف السيد وعلاقته بالسفارة السعودية في لبنان يستطيع أن يفهم معنى أن يكون مولانا موجودا وموافقا ومباركا. ننتقل إلى اللواء. في منشات اللواء قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون ينتظر إذن الرئيس المكلف ليقدم له صيغة حكومية من 24 وزير أو 30 على أن تراعي المعايير التي حددها الرئيس عون في خطابه في الفياضية والتي تتركز على الإنصاف. هذه المصادر أضافت أن الرئيس عون متمسك بصلاحياته ولا يتدخل بصلاحيات الرئيس الحريري، ومن هنا تأكيده بأن الوزارة السيادة تبحث مع الحريري. لاحظت الأوساط السياسية أن خارطة الطريق التي يرسمها التيار العوني تجرد الرئيس المكلف من قدرته على المبادرة. فما هو المعيار الواحد؟ وكيف يتم الاستناد إلى نتائج الانتخابات؟ وكيف يتم التجاوب مع مطالب الكتل التي تفوق قدرة النظام الوزاري على الاستجابة لها؟ وقالت الأوساط: كيف يمكن تسهيل مهمة الرئيس المكلف بفرض طريقة غير مسبوقة بتأليف الحكومة؟ وتربط المصادر العونية بين تأليف الحكومة لجهة اختصار الوقت، وإلا فلا موعد محددا للمراسم الحكومية. مصادر التيار
نفت ردا على سؤال اللواء ما تردد عن قبول التيار إعطاء حقيبة الخارجية باعتبار أن الأمر يتعلق بالرئيس المكلف والقوات، فضلا عن أن التيار غير معني بالحقيبة التي ستمنح للقوات. وترد الأوساط القريبة من بيت الوسط أن العقد مفتعلة وأن المطالب المطروحة تعجيزية وأكثر، إلا أن ذلك لا يمنع الرئيس المكلف من متابعة الاتصالات لفك الحصار عن تأليف الحكومة وتدوير الزوايا لإخراج التشكيلة من عنق المطالب الممكنة أو غير المقبولة وغير المسبوقة بمفاوضات 75 يوما الماضية. إلى صحيفة الجمهورية ومقال الوزير السابق سجعان الأزدي تحت عنوان تشكيل حكومة أو مجلس وصاية، مقتطف من هذا المقال، يقول الوزير السابق سجعان الأزدي إذ ننتظر تشكيل حكومة العهد الأولى على أساس أن العهد رفض الاعتراف بالحكومة الحالية ولم يسجلها على اسمه رغم استعمالها نحو سنتين، نخشى أن تصبح حكومته المستقيلة هي ذاتها حكومته الأولى والأخيرة ما لم يحسم المعنيون قرارهم ويؤلفون حكومة جديدة. تؤكد مفاوضات تأليف الحكومة وجود ثلاثة معطيات تتحكم بها وبالوضع اللبناني عموما: التسوية الرئاسية، نتائج الانتخابات النيابية، وتحولات الشرق الأوسط. وإذا كان المعطيان الأولان قابلين للحل ما لحل ما، فالمعطى الثالث يعصى على الحل السريع. وما زاد الوضع تعقيدا تعرض هذه المعطيات الثلاثة لانقلابات في الفترة الزمنية ذاتها تقريبا. وبعد تفصيل من القصد لهذه المعطيات الثلاثة وللوضع، يختم بالقول: لذا يفترض بالرئيسين عون والحريري أن يوقفا دلع الكتل وجشعهما أو جشعها وأن يؤلفا حكومة وطنية بمستوى التحديات الصعبة، فلا العهد يحتمل مزيدا من التآكل ولا البلد تحتمل مزيدا من الفراغ ولا الشعب يحتمل مزيدا من الإذلال. إلى النهار ومقال لهدى شديد بعنوان عون مقتنع بوجود حملة خارجية لتطويق العهد، لا مانع من حكومة 24 شرط مراعاتها وحدة المعايير. تقول هدى شديد رئيس الجمهورية وللمرة الأولى يخرج من دائرة التستر على خلفية العقد الداخلية الثلاث التي تعوق ولادة الحكومة، وهي حجم تمثيل القوات اللبنانية، التمثيل الدرزي، إضافة إلى تمثيل عشرة نواب من خارج كتلة المستقبل النيابية، مشيرا إلى أنها رغم تنوعها معروف أين هو مكمن الربط والحل فيها وما هي خلفيتها الحقيقية. يذكر الرئيس عون هنا بتوقيت الحملة التي بدأها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط على العهد فور عودته من المملكة العربية السعودية، ويقول: أنا لا أحد من الخارج يمكنه أن يمارس ضغطا علي، ولكن هل ينطبق ذلك على غيري؟ لا أعرف. ورغم اقتناعه بأن ثمة حملة لتطويق العهد ذات أبعاد خارجية، إلا أنه يطمئن إلى أنها لن تكون بحجم أزمة استقالة الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية في تشرين الثاني الماضي، والتي عرف كيف يديرها وصولا إلى فك احتجازه وإنقاذ البلد مع الحفاظ على سيادته وكرامته. تفاصيل أكثر في النهار ومقال هدى شديد. ونختم مع صحيفة الحياة. علمت الحياة أنه عندما وافق عون الرييشي على الحقيبة السيادية مقابل تخلي جعجع عن نيابة رئاسة الحكومة وأحاله على الحريري يتفق معه، قال له: لا مانع لدي، وإذا كان معروفا لمن ستؤول وزارتا المال والداخلية أمل والمستقبل، تبقى وزارتا الخارجية والدفاع. لست أنا من يهب أو من يحجب، راجع الرئيس المكلف في شأنها، فهو الذي يوزع الحقائب ويشكل الحكومة. لم يتأخر الرييشي في الاتصال بالحريري بعد جعجع فور انتهاء لقائه الرئيس عون لإبلاغه بالنتيجة، فأبدى الرئيس المكلف إيجابية حيال قبول الأخير بحصول القوات على الدفاع أو الخارجية، معتبرا أن لا مشكلة لديه في ذلك، خصوصا أنه لم يكن هو من كان يمانع في ذلك. وفي حسابات القوات بحسب الحياة أن ما وافق عليه عون يشكل تغييرا عما سعى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إليه. مرجع سياسي في هذا المجال يقول أنه لطالما اتفق الحريري مع عون على صيغة لحلحلة العقد، لكنه في نهاية الاجتماع كان الأخير يطلب منه التفاهم مع الوزير باسيل فيجري نصف الاتفاق. في كل الأحوال فإن ما جرى التوصل إليه بين عون وريشي يعني وفق المصادر المتابعة حصول
التيار على 7 وزراء وعون على 3 أي 10 وزراء مقابل 4 وزراء للقوات ووزير للمردة في الحكومة الثلاثينية، ما يقفل الباب على الحصة المسيحية. أيضا تقول الحياة نقلا عن مصادر أن الرئيس عون والتيار يركزان الآن الحملة على مطلب جعجع، أي ينحصر الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة بمن يسميهم هو، نتيجة إصرارهما على تمثيل النائب طلال إرسلان الذي تحالف مع التيار في الانتخابات وهو حاليا عضو في تكتل لبنان القوي. المصادر تعتقد بأن توزيره يحقق الثلث زائدا واحدا للتيار عوضا عن تحقيقه عبر التمثيل المسيحي، لكن العقبة تبقى هنا في التزام الحريري مطلب جملات وعدم نيته التفريط بالعلاقة معه. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف لهذا اليوم. فاصل إعلاني، نتابع بعده الحدث مع كاترين. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من الحدث مع ضيفي المحامي الدكتور سعيد مالك الخبير الدستوري والقانوني. دكتور، حكينا عن أزمة التكليف والتأليف، بعد في نقطة متعلقة بحصة رئيس الجمهورية، يعني هي أصبحت محسومة أنه سيكون لرئيس الجمهورية حصة إذا ما تألفت هذه الحكومة، وإنما يعني بعد في جدل حول هالموضوع أنه هل تكون حصته من ضمن حصة الفريق السياسي الذي خاض الانتخابات باسم العهد أم تكون حصته منفصلة عن حصة هذا الفريق؟ هل من ذكر في الدستور لحصة رئيس الجمهورية في الحكومة؟ سيدة كاترين، من الثابت والأكيد على أنه قد درجت العادة ودون وجود أي نص دستوري، نعم، درجت العادة على تخصيص رئيس الجمهورية بعدد من المقاعد في أي حكومة مبدئيا تنشأ، سيما بعد الطائف، إن كان على عهد الرئيس الهراوي أو الرئيس إميل لحور، يعني عرف، أو الرئيس سليمان، عرف وليس درجة. ولكن مبدئيا ما حصل على أنه نتيجة اتفاق الدوحة أيار 2008، صحيح أن كان لهذا الاتفاق إيجابيات معينة ولكن كان له سلبية أساسية. كان من إيجابياته أولا إيجاد حل للفراغ الرئاسي التي كان قد استدام لحوالي 6 أشهر، إضافة إلى أنه قد أخذ تعهدا من كافة الأطراف بعدم استعمال السلاح في الداخل، إضافة إلى أنه رفع الاعتصام من وسط بيروت والذي استدام أكثر من 18 شهر. ولكن من أهم سلبيات اتفاق الدوحة 2008 أيار 2008 أنه كرس ما يسمى حصة رئيس الجمهورية. ولكن كان إلى ظروف هذه الحصة، كان البلد منقسما، صحيح، بحدة بين 8 و 14 أذار. إذا أردنا التكلم على الصعيد الدستوري، على الصعيد الدستوري ليس هناك من نص ينص على حصة إلى رئيس الجمهورية. ولكن أنا أرى على أنه اليوم أنا لست مع منح رئيس الجمهورية حصة في أي حكومة. لماذا؟ كيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون له الرأي القاطع في تشكيل الحكومة وهو شريكا بها؟ كيف يعقل لرئيس الجمهورية أن يعترض على وزراء يسميهم رئيس الحكومة أو الكتل النيابية، ولا يحق لرئيس الحكومة أو لهؤلاء الفرقاء أن يعترضوا على تسمية وزراء الرئيس؟ أي خطأ أو تقصير ممكن أن يقترف من قبل أي وزير محسوب على رئيس الدولة سينسب حكما إلى رئيس الدولة. أي موقف ممكن أن يتخذه أي وزير محسوب على رئيس الجمهورية سينسب حكما إلى رئيس الجمهورية. ليس هذا هو رئيس الجمهورية الذي نتطلع إليه. رئيس الجمهورية يجب أن يكون له كلمة الفصل. بس هو سيختارهم ممن يثق بهم يعني، وليس ممن سيطعنون به لاحقا. بالتالي اليوم من الثابت ومن كل الطوائف والمذاهب هذا ما نسمعه، رئيس الجمهورية يجب أن يكون له كلمة الفصل ضمن إطار التشكيل، ويكون له كلمة الفصل ضمن إطار إصدار مرسوم هذا التشكيل. يجب أن يكون هو المؤتمن على احترام الدستور. يجب على رئيس الجمهورية أن يكون على مسافة واحدة من كافة الفرقاء وأن لا يكون جزءا من اللعبة السياسية. بالتالي أنا أرى أن منح رئيس الجمهورية عدد من الحقائب ما هي إلا هدية مفخخة، يجب على رئيس الجمهورية إعادتها من أجل الحفاظ على سيادية موقع رئاسة الجمهورية. بالنسبة لنا موقع رئاسة الجمهورية هو فوق كل اعتبار، اليوم يجب علينا أن نحافظ عليه كحفاظنا على أنفسنا. لا يمكن اليوم السماح بأي شكل من الأشكال أن يشار إلى وزير وأن ينسب إليه أنه من وزراء الرئيس أنه أخطأ أو قصر أو أصدر أي بيان أو إعلان. يا
يقتضي على رئيس الجمهورية أن لا يدخل بهذا البازار السياسي، إنه أكبر وأعلى شأن من ذلك، يجب أن يكون مساواة مع الجميع، فجميع الوزراء وزرائه، وهو مبدئيا الرئيس الأول، وهو صاحب البعد الوطني، وهو على رأس المؤسسة التي تعلو فوق كل هل كان على هذا الأمر أن ينسحب أيضا على الانتخابات النيابية الأخيرة؟ صحيح صحيح، لأنه في يعني تكتل كله، نعم، خاض الانتخابات تحت عنوان العهد، يعني انتخبوا العهد. وانطلاقا من هذا الفوز الذي تحقق، اليوم يتم العمل على يعني ترجمة هذا الفوز النيابي بالحكومة ضمن إطار التشكيل الحكومي. نعم. أنا بالنسبة لي سيدة كاترين، أنا أرى على أنه مبدئيا خوض رئاسة الجمهورية الانتخابات ضمن إطار اللعبة السياسية الداخلية لم يكن موفقا، كون مبدئيا نحن نسعى أن نرفع من شأن رئاسة الجمهورية وموقع رئيس الجمهورية بعيدا عما يسمى بالحسابات الضيقة. نعم. اليوم لا يمكن الكلام حول حصة رئيس وزيرين أم ثلاث أم أربع وزراء، يجب أن نقول أن كافة الوزراء هم وزراء الرئيس، أن رئيس الجمهورية هو بعيدا عن أي لعبة سياسية قذرة. اليوم رئيس الجمهورية يجب أن يكون ضمن إطار موقعه القانوني، صاحب كلمة القطع، صاحب كلمة الفصل، والمؤتمن على احترام الدستور. سمعنا في إحدى المرات من رئيس الحكومة أنه يطالب بأن يكون هناك حصة أيضا لرئيس الحكومة. نعم. يعني توقف الكلام عن هذا المطلب، ولكن في إحدى المرات قالها الرئيس الحريري أنه نعم. عندما تم الحديث عن حصة لرئيس الجمهورية قال رئيس الحكومة أيضا عندها يحق له بحصة. على الصعيد يعني هذا المنطق ماذا تقول عنه؟ ليس هناك من حصص على الصعيد الدستوري، ليس هناك من حصة لا لرئيس الجمهورية ولا يقول تكتل لبنان القوي أنه هذا حق لرئيس الجمهورية، حق دستوري وحق ميثاقي، ليس لا يمكن المس به، هذا ما يقوله تكتل لبنان القوي. لا يزايد أحد على انتمائنا إلى موقع رئاسة الجمهورية، ولكن نحن نتكلم الأمور ونسميها بأسمائها. ليس هناك مبدئيا على الإطلاق ما يسمى بحصة رئيس الجمهورية أو حصة رئيس الحكومة على صعيد أحكام الدستور اللبناني، ولكن كل ما هنالك أنه قد درجت العادة على ذلك وصار تكريسها نتيجة اتفاق الدوحة بأيار 2008. ولكن أنا أرى أنه يجب أن يكون رئيس الجمهورية مرفعا عن أي حصة وزارية، مرفعا عن الدخول بهذه اللعبة السياسية وأن يكون جزءا منها. كذلك الأمر ينطوي على رئيس الحكومة، والذي يجب أن يكون مبدئيا أيضا على مسافة من الجميع. ولكن اليوم رئيس الحكومة له ظروف مختلفة، كونه يأتي من ضمن النواب، كونه قد أتى إلى مجلس النواب نتيجة انتخابات، وإضافة إلى كتلة قد رافقته، بالتالي أن تكون لهذه الكتلة وزنا سياسيا وتمثيلا حكوميا فهذا أمر طبيعي. ولكن فكرة أنه لا يحق لرئيس الجمهورية التصويت، التصويت أليس كذلك في مجلس الوزراء؟ لا يصوت رئيس لا الجمهورية. يصوت. طيب البعض يرى أنه من خلال هذه الحصة الوزارية بإمكانه أن يصوب الأمور رئيس من خلال تصويت هؤلاء الوزراء إلى جانب أمور يراها هو من مصلحة طالما البلد. طالما رئيس الجمهورية هو المولج والمكلف بإصدار مرسوم تشكيل الحكومة، بالتالي كافة الوزراء هم وزرائه، بالتالي لا اليوم ليس هناك من إمكانية بس عمليا هذا الكلام لا يعني عمليا لا ينطبق على الواقع أن كل الوزراء هم وزراء، وهذا في المبدأ، ولكن عمليا هذا غير صحيح. صحيح، ولكن اليوم نتكلم على الصعيد الدستوري، يجب أن يكون رئيس الجمهورية ضمن إطار موقع أعلى شأنا من موقع الوزراء أو ضمن إطار مجلس الوزراء مجتمعا. رئيس الجمهورية له بعد وطني واقعا. صحيح أن مبدئيا رئيس الجمهورية يتمثل كونه لا يملك حق التصويت داخل أو على طاولة مجلس الوزراء، يعوض عن ذلك، يعوض عن ذلك خلال هيك درجة العادة وستستمر. يعني اليوم تكلمنا أو لم نتكلم، ستكون هناك حصة لرئيس الجمهورية. نعم. ولكن نحن نرى رئيس الجمهورية بموقع الموقع الأعلى الريادي السيادي الذي ننظر إليه، رئيس لكل البلاد، رئيس على قدم المساواة مع الكافة،
رئيس بكل ما للكلمة من معنى. نعم. ورئيس الجمهورية الحالي هو في هذا الموضوع. نعم. اسمح لي أتوقف مع آخر فاصل إعلاني دكتور سعيد مالك، من بعده ندخل بأزمة التشريع. نعم. مثل ما قلنا بالبداية، إذا ما كان يحق لمجلس النواب التشريع بظل حكومة تصريف الأعمال، مبدأ فصل السلطات اللي عم بنحكى عنه، مبدأ أنه المجلس هو سيد نفسه، تشريع الضرورة ماذا يعني؟ يعني كل فترة بنسمع. نعم. سمعناها بزمن الشغور الرئاسي هذه العبارة، عم نرجع نسمعها اليوم أيضا في ظل حكومة تصريف الأعمال. ما هي المخارج أيضا لهذا الموضوع؟ بعد الفاصل ابقوا معنا. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من الحدث ونصل إلى القسم الأخير مع ضيفي الدكتور سعيد مالك الخبير الدستوري والقانوني. دكتور، مثل ما قلنا أزمة التشريع. لا. كلام كثير حول هذا الموضوع، رح نبلش بالسؤال العام، هل يحق أم لا يحق لمجلس النواب الاجتماع والتشريع في لا. ظل حكومة تصريف الأعمال؟ حتى نتمكن من الإضاءة حول هذا الموضوع لابد من مقدمة بسيطة حتى يتمكن المشاهد من فهم المقصود مما سنطرحه. اليوم المادة 16 من أحكام الدستور قد نصت صراحة على أن السلطة المولجة بالتشريع هي فقط مجلس النواب. المادة 31 من الدستور نصت صراحة على أنه لا إمكانية لأي اجتماع لمجلس النواب ويعتبر باطلا ما لم يعقد ضمن ما يسمى العقد العادي أو الاستثنائي. المادة 32 قد نصت على العقود العادية أو العقدين العاديين، العقد الأول والذي يمتد من الثلاثاء الأول الذي يلي 15 أدار حتى نهاية أيار، والعقد الثاني والمخصص لدراسة الموازنة والذي يبدأ في الثلاثاء الأول بعد 15 تشرين الأول حتى نهاية العام. والمادة 33 تتكلم عن العقود الاستثنائية، حيث لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقد استثنائي بموجب مرسوم يحدد به تاريخ بدءه ونهايته وجدول أعماله. فقط رئيس الجمهورية يحق له الدعوة إلى عقد استثنائي؟ إضافة إلى مبدئيا جزء من النواب يحق لهم مبدئيا الطلب من رئيس الجمهورية. نعم. ولكن يصدر العقد الاستثنائي ضمن إطار ما يسمى بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية. نعم. بس تقصد أن تقول أنه لا ذكر ضمن كل هذه المواد لمسألة التشريع خارج إطار يعني حكومي قائم. سنصل إلى هذا الموضوع. نعم. بالتالي مجلس النواب ينعقد في ثلاث حالات، الحالة الأولى بالعقد العادي، الحالة الثانية في العقد الاستثنائي، الحالة الثالثة في الحالة الحكمية عندما ينص الدستور على عقد أو على مبدئيا مجلس النواب يجتمع حكما، وهذه الحالات موزعة أيضا على حالتين، الحالة الأولى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 69 حين تنص حين استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يجتمع مجلس النواب حكما حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. بالتالي حين تفقد السلطة التنفيذية ضمن إطار ما يسمى ثقة مجلس النواب أو عندما مبدئيا تسقط الحكومة لسبب من أسباب سقوطها سندا للمادة 69 بيجتمع لأي غاية؟ يجتمع حكما لأي غاية؟ سنصل إلى هذا إلى هذه النقطة. بالتالي الاجتماع الحكمي عندما ينص الدستور على عبارة حكما. نعم. بالتالي الحالة الأولى المادة 69 استقالة الحكومة، موضوع استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيل. نعم. والحالة الثانية بحال شغر موقع رئيس الجمهورية سندا لنص المادة 73 الفقرة الأخيرة، يقال على أنه أو تنص هذه المادة على أنه يجتمع مجلس النواب لانتخاب الخلف بين مهلة شهر وشهرين، وإذا لم يدعى وإذا بهذه المهلة يدعى يعتبر مجلس النواب منعقدا حكما خلال الأيام العشر الأخيرة. يعني بالتالي اليوم مجلس النواب يتدخل حكما وبمقتضى الدستور عندما يصار إلى شهور ضمن إطار الحكومة. نعم. وشهور ضمن إطار موقع الرئاسة، وهناك مبدئيا حتى لبال حيثية ممكن أن يجتمع حكما مجلس النواب عندما يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب، وسندا للمادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ 18/10/94 عندئذ يدعو مجلس النواب
مجلس إلى الاجتماع لمناقشة هذه الرسالة، ولكن هنا يدعو إلى هذا الاجتماع إن كان بحالة أو انعقاد عادي أو استثنائي أو إن لم يكن، يعني بالتالي هذا انعقاد حكمي أيضا. طيب اليوم، اليوم استنادا للواقع، هل كل ما اجتمع مجلس النواب يحق له صلاحيات كاملة بما فيها التشريع؟ اليوم عودة إلى النص الدستوري المادة 69 تنص على أنه يجتمع مجلس النواب حكما، يعني أو يعتبر منعقد حكما مجلس ليه؟ النواب. ما هلا منا مستقيل الحكومة، لا اليوم حكومة تصريف الأعمال بينطبق عليها حكومة مستقيلة حسب سندها للمادة 69 عند بدء ولاية مجلس النواب تعتبر الحكومة مستقيلة. يعني بالتالي اليوم الحكومة مستقيلة بمجرد ما أن يصار إلى إجراء انتخابات نيابية يقتضي أن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة نتيجة هذه الانتخابات، يعني هي معتبرة مستقيلة حكومة مستقيلة. بالتالي اليوم واقعا عودة إلى المادة 69، المادة 69 نصت على أنه مجلس النواب يعتبر منعقدا حكما حتى مبدئيا تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة. نقطة على السطح. طيب الانعقاد هل يعني التشريع مثل ما كنت عم تسأل؟ من الثابت والأكيد على أنه لو قصد المشترع تحديد مهام مجلس النواب بهذا الانعقاد المنصوص عنه في الفقرة المادة 69 فقرة 3 المادة 69 لفعل. مثلا في المادة 32 من الدستور يقول على أنه يجتمع مجلس النواب ضمن إطار الدورة الثانية العقد الثاني والممتد من 15 تشرين الأول حتى نهاية العام لدراسة الموازنة، حين تنص المادة 75 من الدستور على أنه حين يجتمع مجلس النواب نتيجة شهور الرئاسي يجتمع كهيئة انتخابية وليست تشريعية، يعني في غاية محددة من هذا الاجتماع. الدستور عندما يذكر أن هناك حالة معينة مثلا المادة 77 حين يذكر أن مجلس النواب يجتمع لتعديل الدستور هناك مهام محددة مبدئيا ذكرها الدستور صراحة ضمن إطار ما يسمى الاجتماع وغاية الاجتماع. بهالحالة أما وبهذه الحالة ولما كان مبدئيا المشترع قد ذهب إلى عدم تحديد إطار ضمن إطار صلاحيات ومهام مجلس النواب المجتمع حكما، ذلك يعني مباشرة أنه يبقى محتفظا بكافة صلاحياته بما في ذلك التشريع. ولكن ما قيمة هذا التشريع بغياب حكومة تصدر القانون، بغياب رئيس حكومة وله حق الطعن بأي قانون يمكن أن يصدر؟ هناك جدل نشأ حول موضوع هل لهذه الحكومة فقط مهام تلقف البيان الوزاري ومناقشته ودراسته ومنح الثقة أم صلاحيات تشريعية واسعة؟ صدر مبدئيا رأي عن هيئة التشريع والاستشارات وتحديدا رأي رقم 478 على 2005 صدر بتاريخ 7/7/2005 ومنشور في جريدة النهار بعدد 9/7/2005 تحديدا في الصفحة الرابعة، يقول هذا الرأي بشكل حاسم وأكيد أن مجلس النواب والمجتمع استنادا إلى أحكام الفقرة 3 من المادة 69 يبقى متمتعا بكافة صلاحياته بما فيها التشريع. بس هون رأي هيئة التشريع والاستشارات ملزم؟ ليس ملزم، ولكن رأي حاسم ممكن أن يشكل تصحيحا للبوصلة ويمكن أن يشكل نوع من منطلقا من أجل أن يصار إلى تحديد طيب المسار. منذ 2005 حتى اليوم هل تم يعني بإحدى المرات التشريع بظل حكومة مستقيلة؟ صحيح، قد تم ذلك مبدئيا على عهد رئيس حكومة ميقاتي، وبالتالي صار هناك مبدئيا العرف قد درج على ذلك. لماذا اليوم إذن السؤال عن هذا الموضوع؟ بل أنا أطرح الموضوع أن اليوم الموضوع ليس بحاجة إلى دراسة معمقة، طالما النص الدستوري ولا اجتهاد في معرض النص، طالما النص لم يحدد من الناحية الدستورية اقتصار مهام هذا المجلس على أمور محددة أو معينة، بالتالي الصلاحية مفتوحة. طيب إذا ومجلس النواب سيد نفسه، إذا أقر مجلس النواب قانونا من يصدر هذا القانون بغياب الحكومة؟ هناك هذه الأسئلة التي طرحت والتي تذرع بها البعض من أنه لا يحق لمجلس النواب التشريع، كون من يصدر القانون، من يرد القانون، من يطعن في القانون. اليوم لنعد إلى أحكام الدستور، الدستور واضح لجهة
اليوم إصدار القانون يتم وسندا للمادة 56 من أحكام الدستور، يصدر رئيس الجمهورية القانون. عندما يصدر القانون عن الرئيس أو عن مجلس النواب يحال إلى الحكومة، فيصدر رئيس الجمهورية القانون ويطلب نشره. يعني بالتالي كيف يحال إلى الحكومة؟ يحال إلى الحكومة ويصدره مجلس أو يصدره رئيس الجمهورية. يصدر بتوقيع رئيس الجمهورية ضمن إطار ويطلب نشره. بس يحال إلى الحكومة لأي غاية؟ يحال إلى الحكومة من أجل إصدار مرسوم النشر. بالتالي اليوم عندما يصدره رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية متمتع بكافة صلاحياته، بالتالي لا خوف حول ذلك. بالتالي أي قانون يصدره مجلس النواب يمكن أن يصدره رئيس الجمهورية سندا للمادة 56. بس بده يحيله على الحكومة، يحيله على حكومة مستقيلة. بالتالي السؤال المطروح، هل يحق لرئيس حكومة مستقيلة أن يوقع على مرسوم نشر هذا القانون؟ اليوم هناك دراسة قانونية ودراسة دستورية متأنية جدا تقدم بها النائب غسان مخيبر، وتحديدا بتاريخ 8/6/2011 تكلم عن أن إصدار مرسوم التشكيل عن رئيس حكومة مستقيلة يعتبر إجراء عادي روتيني مرسوم وإعلاني وليس إنشائي. كون هذا المرسوم لم ينشئ حقا، إنما أعلن عنه من أنشأ الحق هو القانون. بس ما فهمتون، عم تحكي عن مرسوم التشكيل؟ لا عم نحكي مرسوم. عن مرسوم نشر القانون الذي صدر عن مجلس النواب. نعم. عندما يصدر القانون عن مجلس النواب يحال إلى الحكومة. رئيس الجمهورية يوقع على مرسوم ما يسمى إصدار. نعم، والحكومة بتنشره. يصدر القانون. وطالما لم ينشر لا يصبح نافذة. صحيح. طيب. تنشره، هل يحق لرئيس الحكومة نشر هذا القانون؟ شو قال النائب السابق؟ اليوم النائب السابق قال على أن هذا الإجراء يدخل ضمن صلاحيته، كونه يعتبر مبدئيا من المهام التي تدخل ضمن المهام الضيقة لتصريف الأعمال، سيما وأنه إجراء روتيني عادي وإعلاني وليس إنشائي. نعم، ولكن هذا يعني رأي، هذا رأي يعني رأي النائب السابق. على الصعيد التفسير الدستوري اليوم لا شيء يمنع رئيس حكومة مكلف أو رئيس حكومة مستقيلة أن يعمل على توقيع ما يسمى مرسوم النشر. هذا ضمن تصريف الأعمال على صعيد على صعيد الإصدار والنشر. نعم. أما على صعيد الرد، هناك مبدئيا من قال على أنه بظلم أو الطعن أو الطعن له حق أنه يطعن بالقانون. صحيح. صحيح. رئيس حكومة. صحيح. بالنسبة إلى موضوع ما يسمى بالرد، رد القانون هي صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية. بالتالي سندا للمادة 57 رئيس الجمهورية له حق طلب إعادة النظر لرئيس الجمهورية، أن يطلب بعد إطلاع مجلس الوزراء. ليس هناك من دور لمجلس الوزراء، إنها صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية. نعم. حتى لبل جاء النص صريح أكثر من ذلك حين قال على أنه مبدئيا لرئيس الجمهورية وبعد إطلاع مجلس الوزراء الذي لا يحق له معارضته. يعني بالتالي يعني الإطلاع أخذ علم أكثر ولا أقل. نعم. أما صلاحية الرد هي محفوظة لرئيس الدولة. بالتالي المادة 57 واضحة وصريحة لهذا الإيجاه. بالتالي أنا أرى على أنه موضوع حتى رد القانون ليس هناك من إشكال حوله. أما موضوع الطعن، فالمادة 19 من أحكام الدستور قد نصت صراحة على أنه اليوم الطعن أمام المجلس الدستوري هو حق لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب ولأكثر من 10 نواب وأكثر. لا. بالتالي اليوم صحيح أن لرئيس الحكومة دور وصلاحية من أجل أن يذهب باتجاه الطعن. وكان قد صدر مبدئيا قرار عن المجلس الدستوري تحديدا رقمه 1/2005 نص صراحة على أنه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يطعن بقانون يصدر عن مجلس النواب. هنا وقعت المشكلة. ولكن عاد المجلس الدستوري ليصحح هذا الخطأ بقرار لاحق تحديدا رقمه 7/2014 حين أعاد لرئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال حق الطعن بعدم ممانعته. يعني عندما تقدم الطعن بالمراجعة رقم 7/2014 صارت إثارة هذه النقطة. بمجرد أن لم يتوقف عندها المجلس الدستوري، بالتالي هذا موقف غير مباشر ضمن إطار التراجع عن قراره الأول 1/2015. نعم. إضافة إلى ما تقدم سيدة كاترين، اليوم مفهوم تصريف الأعمال قد اختلف عن السابق. لماذا؟ تصريف الأعمال يعني بمعنى
ما المقصود بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال العبارة المنصوص عنها بالمادة 64 من الدستور؟ يعني ذلك أن الأعمال الإدارية هي مجازة، أما الأعمال التصرفية والتي تحمل أعباء هي الممنوعة كونها تخرج عن سياق تصريف الأعمال. لماذا باتت ممنوعة؟ لأن الحكومة بادت بعيدة عن مرمى المحاسبة البرلمانية. ولكن هناك قرار صدر عن جانب مجلس شورى الدولة، تحديدا قرار رقم 614 على 1969، تحديدا تاريخ 17/12/1969 عن غرفة الرئيس عبد عويدات، حين مبدئيا تقدم رئيس ديوان في المديرية العامة للبرق والبريد بمراجعة طعن أمام مجلس الشورى بقرار نقله، والذي مبدئيا قام به الوزير وزير البرق والهاتف في حينه في حكومة الرئيس رشيد كرامي. عندئذ وضع مجلس الشورى يده على المنازعة وأصدر اجتهادا حاسما لهذا الأمر باعتباره أن مفهوم تصريف الأعمال قد توسع، لأنه لم يعد فقط الأمور الإدارية البحتة، أصبح بإمكان حتى لبل الحكومة الذهاب إلى أبعد من ذلك، الذهاب إلى ما يسمى ضمن إطار القيام بالأعمال والتي فيها المصلحة العامة والسلامة العامة والحفاظ على المهل وسلامة بما التشريع بما فيها نشر القوانين. يعني بدي الطعن بالقانون. بالتالي الطعن بالقانون بحال مبدئيا أراد رئيس الحكومة الطعن، أنا أرى أنه يدخل ضمن إطار ما يسمى تصريف الأعمال، سيما وأنه يتعاطى بمسألة مهل ممكن أن تسقط، لأن مهلة الطعن 15 يوم من تاريخ مبدئيا صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، إضافة على أنه هذا الأمر يتعلق بسلامة التشريع ويتعلق بالسلامة العامة وضمن إطار المصلحة العامة. أنا بشكر حضورك معنا اليوم المحامي الدكتور سعيد مالك الخبير الدستوري والقانوني، شكرا على معلوماتك الدقيقة بموضوع الدستور والقوانين. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور. أيضا بشكر متابعتكم مشاهدينا هذه الحلقة من الحدث، وإلى اللقاء.